المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينشر تقريراً حول إشادة الأونكتاد بالاقتصاد، ومصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقياً في 2022. الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية وجود حراك دولي لإنهاء الاحتلال كمخرج وحيد للسلام، والاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات. قبل أيام من انعقاد قمة للناتو، زيلينسكي يواصل جولته الأوروبية ويندد بعدم حسم الحلف قراره بشأن عضوية أوكرانيا. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء خلاله على إشادة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد بالاقتصاد المصري. واستعرض المركز الإعلامي في تقريره تأكيد الأونكتاد على أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022، مشدداً على أن مصر وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بشهادة التقارير الدولية. واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا. كما احتلت مصر المركز الأول إفريقيا والثاني عربيا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود، بعد التحية، المركز الإعلامي سلط الضوء على إشادة الأونكتاد بالاقتصاد المصري، إلى أي مدى برأيك ساهمت المشاريع القومية في دعم الاقتصاد واحتلاله مراكز متقدمة عالميا؟ خالص تحية يا فندم لحضرتك وللمشاهدين الكرام. يمكن في توقيت العالم كله بيشهد تباطؤ في حجم تدفقات الاستثمار نظرا لحالة اللايقين التي تكتنف في العالم من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، ويمكن نفس التقرير ذكر أنه معدل تدفق الاستثمار على مستوى العالم انخفض بمقدار 12%، لكنه في ذات التوقيت يمكن في الدولة المصرية تضاعف بمقدار 11 مليار دولار، وهذا يعني لم يأتي من قبيل الصدفة، إنما كان جراء سياسة اقتصادية معينة اتبعتها الدولة المصرية خلقت مناخا جاذبا للعملية الاستثمارية، جعل الدولة المصرية لأكثر من مرة هي واجهة الاستثمار الأولى على مستوى القارة الإفريقية، بعد أن كانت جنوب أفريقيا تستحوذ على هذا المنصب لعدة سنوات. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، يمكن الدولة المصرية لعبت على كل الملفات المعنية بخلق مناخ الاستثمار الآمن، سواء المعايير المالية والمعايير النقدية وحتى المعايير المرتبطة بشكل غير مباشر بالعملية الاستثمارية. أتحدث تحديدا عن الملف الأمني، أتحدث عن ملف البنية التحتية، أتحدث عن حالة الثقة واليقين التي طرحتها الدولة المصرية والحكومة من خلال سلسلة طويلة من القرارات والإجراءات، خلقت بنية تشريعية مناسبة وموائمة لعملية الاستثمار. يمكن كان أخرها القرارات التي صدرت منذ أيام، 8 قرارات صدرت من شأنها أنها تدفع عملية الاستثمار وتحفز. في هذه النقطة تحديدا دكتور محمود، عفوا المقاطعة، يعني المركز الإعلامي أكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية عام 2022، فيما يتعلق بالبيئة التشريعية الجديدة بالحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات، في هذا الإطار كيف تقيم جهود الدولة؟ يعني يمكن الدولة المصرية المتتبع تاريخيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة هيدرك دون ما أي عناء أن الدولة المصرية لديها قدر كبير من المرونة فيما يتعلق بالأطر التشريعية المرتبطة بالعملية الاستثمارية.
لا استطيع ان اختزل هذا الامر تحديدا في قانون الاستثمار، ولكن حتى في القوانين المرتبطه صحيح. بشكل غير مباشر بالعمليه الاستثماريه، زي قانون افلاس الشركات، زي الحوافز الضريبيه، زي قانون ضريبه القيمه المضافه اللي بيعطي حوافز استثماريه كثيره. ايضا يعني على جانب القرارات والتشريعات الاقتصاديه استطيع ان اتحدث عن مثلا حالة الثقة تحديدا في سعر صرف العملة. يمكن الدولة منذ العام 2016 واتباع سياسة الإصلاح الاقتصادي واللي بدأتها به سلسلة من القرارات كان على رأسها تحرير سعر صرف العملة أو ما يطلق عليه التعويم، هذا الأمر يعني أعطى ثقة كبيرة للمستثمر في حالة التأكد وحالة اليقين، خاصة للمستثمر الأجنبي، خصوصا أنه هذا التعويم أعطى قوة شرائية أكبر للدولار والعملات الأجنبية، وهذا من شأنه أن يحفز المستثمر الاستثمار داخل الدولة. ده فيما يتعلق بالخلق حالة التأكد واليقين في توقيت نفسه هو الأخطر والأصعب على مستوى العالم. يمكن حالة اللا يقين التي تكتنف العالم سواء من أزمة الكوفيد مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، هذا الأمر خلق يعني نوع من القيود حول المستثمرين. ويمكن نفس التقرير زي ما ذكرت حضرتك تحدث على أنه العالم كله يعاني من تدفق في الاستثمار بمعدل 12% حتى داخل القارة الإفريقية. التكتلات الاقتصادية داخل القارة الإفريقية الأكبر، السادك والكوميسا والإيكواس في غرب إفريقيا والإياك في شرق إفريقيا، كلها تعاني من ضعف من تدفق الاستثمارات في هذه التكتلات، نظرا أيضا للتداعيات الاقتصادية اللي بتفرضها الأزمات الاقتصادية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. طرحت وزارة الداخلية عبوات غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% عن مثيلتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة أنحاء الجمهورية. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا. استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعدت منظومة أمان عبوات غذائية تحتوي على سلع ذات جودة عالية لطرحها للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأكثر احتياجا بنسبة تخفيضات تصل إلى 50%. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي جت زمان وبلدي جت التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحب بقى من سنين. المنفذ ده أسعاره يعني مش موجودة في حتة تانية، ده حقيقي، وخدت اللي انا عايزه كله. فعلا شامله حاجات كويسه وحاجات اساسيه وجودتها كويسه وسعرها كويس. الاصناف كلها متاحه باسعار طبعا مختلفه عن الاسعار بره بالنسبه للسوق، المنتجات كلها موجوده وباسعار اقل. بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادره. وعيشي حره يا بلادي في كل الازمنه ووقت لما تحتاجينا. كما تطرح المنظومه هذه العبوات عبر منافذ متحركه، وهي سيارات تتوجه بها الى الشوارع والميادين لضمان استفاده المواطنين من التخفيضات باماكن كثيره على مستوى الجمهوريه من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهوريه وموضحه على موقع الوزاره على الانترنت. وهو ما يأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي جت زمان. مبادرة جميلة ممتازة وفرت للناس كتير، يعتبر الحاجة اللي معروضة بأقل من نص الثمن كمان. بنشكر الرئيس على إن هو بيهتم بالناس الغلابة. ربنا يخليكم لنا وتحيا مصر. هكذا تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المساهمات الاجتماعية والمبادرات الإنسانية وتوفير احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب،
أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب في كل جيل بطل تمام اللي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كانت زمان وبلدي جت تاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين في كل جيل بطل تمام اللي شايل اسمها وكل ليل. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد ونشكر سيادته لتوفير السلع الغذائية بأسعار رمزية في محافظة شمال سيناء. تحيا مصر. 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 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية وجود حراك عربي ودولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتأكيد على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية وذلك كمخرج وحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ثمن الرئيس الفلسطيني مواقف سلطنة عمان الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية. من جانبه سلم وزير الخارجية العماني رسالة خطية من سلطان عمان هيثم بن طارق إلى الرئيس الفلسطيني تناولت دعوة للرئيس الفلسطيني لزيارة سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك واعتقلت شابا فلسطينيا وأزالت لافتات وضعها المصلون في باحات المسجد دعما لأهالي مخيم جنين. كان 5000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة على أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة ومداخلها، وأقيمت صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته ومنعت العديد منهم من دخول المسجد. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية اقتحام للبلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة. أدان المجلس الوطني الفلسطيني استشهاد شابين فلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامهما البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وقال المجلس في بيان له إن ما حدث جريمة حرب وإعدام ميداني من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستخدام إسرائيل المفرط للقوة خلال العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة مطلع الأسبوع. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي إن التصعيد العسكري يعزز التطرف ويؤدي إلى تعميق دائرة العنف وإراقة الدماء، داعيا إلى إعادة الأمل للشعب الفلسطيني بعملية سياسية جادة عبر تحقيق حل للدولتين. الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مخيم مكتظ للاجئين شكلت أسوأ أعمال عنف في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة، وكانت تداعياتها كبيرة على المدنيين. وأدعو إسرائيل مرة أخرى إلى الامتثال لواجباتها المنصوص عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ممارسة ضبط النفس واستخدام القوة المتناسبة فقط، وواجب تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها. وأذكر إسرائيل بصفتها قوة احتلال بأن عليها مسؤولية ضمان حماية السكان المدنيين من كل أعمال العنف. أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلق بلاده العميق من تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة وما تضمنه من هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث أكد أوستن أهمية التعاون بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لتخفيف التصعيد.
واتخاذ خطوات ملموسة نحو تقوية الأمن لإسرائيل وفلسطين كل على حد سواء. يتواصل تسيير الجسر الجوي من الأراضي المقدسة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، ويتم تسيير 20 رحلة جوية اليوم لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 11 رحلة من جدة وسبع رحلات من المدينة، إلى جانب رحلة جدة أسوان ورحلة جدة باماكو. تأتي تلك الرحلات لإعادة حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة أسيوط والغربية والمنوفية وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والدقهلية والترانزيت والسياحة وحج الأجانب الأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي. قدمت البعثة الطبية المصرية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام خدماتها العلاجية والوقائية لأكثر من 25 ألف حاج منذ بدء رحلاتهم المقدسة وحتى الآن. وأوضحت البعثة الطبية أن عدد الموجودين بالمستشفيات السعودية 32 حاجا مصريا فقط، منهم 20 بالعناية المركزة يتلقون العلاج اللازم لهم وحالتهم مستقرة. في ظل تواجد ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة بعد أدائهم الفريضة بأماكن إقامتهم، تتواجد عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للحجاج المصريين على مدار الساعة لتوفير أجواء روحانية لتلك الرحلة المقدسة. استنفر البعثة الطبية أطقمها الطبية لمرافقة الحجاج في كل مكان هم موجودين فيه. احنا بلغ عدد المترددين حتى الآن على العيادات الخارجية من الحجاج المصريين 25 ألف مستفيد، موجود في المستشفيات السعودية حاليا 32 حالة بيتم متابعتهم على مدار الساعة من فريق طبي من البعثة الطبية مرتين يوميا، وبلغ عدد حالات الغسيل الكلوي 8 حالات. الحجاج المصريين اللي استفادوا من جلسات التوعية من فرق الطب الوقائي بلغ حتى الآن 39 ألف حاج لتوعية الحجاج للوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية. معظم الحالات اللي جت بعد أداء مناسك الحج كانت معظمها نزلات برد واحتقان بالزور وتكسير بالعضلات وألم بالعضلات. الحمد لله الأدوية متوفرة والأطباء بيقوموا بالخدمات على أكمل وجه وتقديم الخدمة للحجاج على مدار الساعة. احنا مستمرين مع الحجاج إن شاء الله إلى أن يغادر آخر حاج مكة المكرمة بإذن الله. كانت الأدوية متوفرة، أدوية نزلات البرد الشائعة في نزلات البرد الشائعة دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها، سواء من أدوية خوافض حرارة أو مضادات حيوية أو مسكنات آلام، كل الأدوية متوفرة. 39 ألف حاج تم توعيتهم من خلال أكثر من 1300 ندوة توعوية في كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ومنع انتشارها منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى الآن. عندنا محورين دلوقتي، المحور الأول هو متابعة الإجهاد الحراري وارتفاع درجة الحرارة اللي موجودة هنا في المملكة، فاحنا شغالين مع الناس طبقا للتوصية اللي موجودة من وزارة الحج والعمرة هنا والبعثة الطبية المصرية ان احنا الناس تصلي في المساجد القريبة من الحرم، مش لازم تعمل على نفسها مجهود وتروح الحرم وتصلي في الشمس لان ده بيعرضها لضربات الشمس والإجهاد الحراري، واحنا في غنى عن الكلام ده. عندنا في استبيان في الحجر الصحي في المطار للحجاج القادمين، بنشوف ايه اللي مروا بيه من اعراض او اذا مر بيهم اي امراض معديه او اعراض مرت عليهم. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين اثنوا على الخدمه العلاجيه التي قدمت لهم سائلين الله القبول. فصوتي راح والكحه وكده، فجيت للدكتوره، الدكتوره كشفت عليا تمام زي الفل، والصيدلي اداني العلاج زي الفل والامور زي الفل الحمد لله. جيت كشفت كنت تعبانه في صدري، جيت كشفت كشفولي وادوني الروشته وكتبوا لي العلاج. يعني جابوني هنا ناخد جلسه اكسجين والحمد لله احسن يعني من جيت هنا الدواء اتغير والعادي عايز علاج تاني نوع تاني جابوه لي، معاملة جيدة جدا، ناس كويسة يعني، استقبال كويس ومعاملة كويسة يعني صراحة، ربنا يبارك فيهم جميعا. جهود مضنية تبذلها الكوادر الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتوفير خدمات علاجية ووقائية تصل لمستوى الرقي لضيوف الرحمن أينما كانوا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد 10 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية في محور دونيتسك وإسقاط مقاتلة أوكرانية في زابوريجيا، بالإضافة لتدمير 13 مسيرة أوكرانية. وأوضحت الدفاع الروسي أن قواتها صدت جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية في محاور دونسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونسك، حيث تمكنت من صد 10 هجمات أوكرانية. بلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 420 جنديا بين قتيل وجريح في محور دونسك وتدمير مدافع هاوتزر ومدفع كراب بولندي الصنع. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إن الحلف يحاول تسريع مسار انضمام أوكرانيا إليه. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أشار ستولتنبرغ إلى أن قادة الناتو سيؤكدون في قمتهم لليتوانيا أن أوكرانيا ستصبح عضوا بالحلف، كما لفت إلى تحقيق بعض التقدم في مسار انضمام السويد للناتو. قدر الإمكان من تقريب أوكرانيا من دول الناتو ولانضمامها كعضو كامل، وأنا متأكد أنا أعتقد أيضا ستمكن من التطرق إلى المسألة الخاصة التي تتعلق بعضوية أوكرانيا، ولكن لن أغوص في تفاصيل ذلك لأن الأمر سيعلن عنه حين يتم تقرير ذلك في سنتجات قمة فيلنيوس. أنا أتطلع قدما للترحيب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة الناتو وأن يشارك أيضا في الجلسة الافتتاحية لمجلس أوكرانيا والناتو. ندد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بغياب موقف محدد داخل حلف الناتو حول مسألة انضمام السويد وأوكرانيا، محذرا من أن هذا يشكل تهديدا للأمن العالمي. ووصل زيلينسكي إلى سلوفاكيا للقاء الرئيسة زوزانا كابوتوفا، وذلك في إطار جولة تشمل عدة دول أعضاء بحلف الشمال الأطلنطي من أجل حشد الدعم لمسعى كييف للانضمام إلى التحالف العسكري. كما تأتي تلك الجولة قبيل انعقاد قمة حلف الشمال الأطلنطي يومي 11 و12 من يوليو الجاري، والتي تسعى فيها كييف لنيل دعوة لبدء عملية الانضمام إلى حلف الناتو. كان الرئيس الأوكراني طالب أيضا خلال زيارته أمس إلى التشيك إلى دعم بلاده بأسلحة طويلة المدى لمواجهة القوات الروسية. من أجل حشد الدعم لتسريع انضمام بلاده لحلف شمال الأطلنطي، بدأ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جولة أوروبية استهلها بزيارة بلغاريا، وذلك قبل نحو أسبوع على قمة الناتو في ليتوانيا. وخلال وجوده في بلغاريا أعلن زيلينسكي اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في مجال الدفاع، داعيا صوفيا للمشاركة في إعادة إعمار بلاده. ومن جانبه انتقد الكرملين زيارة زيلينسكي لبلغاريا العضو في الناتو، معتبرا أن الرئيس الأوكراني يحاول جر دول أخرى للصراع بين البلدين. وبعد نهاية زيارته لبلغاريا توجه زيلينسكي لتشيك، حيث دعا من هناك قادة الناتو لاتخاذ خطوات ملموسة نحو منح العضوية لكييف في قمة الأسبوع المقبل. وتلقى زيلينسكي دعما خلال وجوده في براغ من الرئيس التشيكي الذي أيد مسعى كييف للانضمام إلى التحالف. وخلال القمة التي ستنعقد على مدار يومي 11 و12 من يوليو في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، تسعى كييف إلى الحصول على إشارة واضحة من الحلف على أن بوسعها الحصول على العضوية عندما تنتهي الأزمة مع روسيا. وفي أحدث تطور على ساحة المعركة، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا هاجمت ليفيف بصواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود، مضيفة أنه تم إسقاط بعض من هذه الصواريخ. وأعلنت السلطات الأوكرانية أن صاروخا روسيا أصاب مبنى سكنيا في ليفيف، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربات خلال الليل على قواعد للقوات الأوكرانية ومخازن لعربات مدرعة أجنبية بها أسلحة عالية الدقة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام من قمة شمال حلف الأطلنطي أن بلاده ستتخذ القرار الأفضل بشأن عضوية السويد في الناتو. وقال أردوغان الذي يستعد لاستقبال نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في اسطنبول، قال إنه سيناقش انضمام السويد إلى الناتو مع الشركاء في القمة التي ستعقد يوم الثلاثاء في عاصمة ليتوانيا. هذا ويناقش زيلينسكي مع أردوغان في اسطنبول التمديد المحتمل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود
وتبادل الأسرى بين موسكو وكييف. أعلن الكرملين اعتزامه متابعة نتائج اجتماع بين الرئيسين الأوكراني فولودمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان، حيث ستجرى مناقشة التمديد المحتمل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتحدث مع أردوغان قريبا. قال متحدث باسم الجيش الأوكراني إن القوات الأوكرانية تقدمت أكثر من كيلومتر أمس في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة بخموت شرق البلاد، وأنها لا تزال تقوم بعمليات هجومية على طول الجبهتين الشمالية والجنوبية. وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات حققت نجاحا جزئيا بالقرب من قرية كليشيفكا إلى الجنوب الغربي من بخموت مباشرة، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر بالجيش الروسي قوله قبل أيام إن قوات موسكو صدت هجوما أوكرانيا على كليشيفكا وتقوم بتمشيط المنطقة لطرد القوات الأوكرانية المتبقية. يساعد تأمين كليشيفكا أوكرانيا على استعادة السيطرة على مدينة بخموت التي استولت عليها القوات الروسية في مايو، وذلك بعد معارك ضارية على مدى 10 أشهر. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها تعارض إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا. وقالت بيربوك إن ألمانيا تعارض ذلك أيضا بصفتها عضوا في اتفاقية الذخائر العنقودية التي تم التوقيع عليها في العاصمة النرويجية أوسلو عام 2008، والتي تحظر استخدام الذخائر العنقودية بالإضافة لتخزينها وإنتاجها ونقلها. قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن كانت على علم بالهجوم الأوكراني المضاد وأنها قدمت كل الدعم لكييف. وأضاف كيربي أن واشنطن تحركت بسرعة غير مسبوقة وقدمت مساعدات أمنية لأوكرانيا خلال 16 شهرا، كما أكد أن واشنطن مستمرة في مناقشة تقديم ذخيرة عنقودية، مشيرا إلى أنه لن يستبق قرار الرئيس بايدن بهذا الصدد. We'll be right back.
السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بريطانيا تشهد موجة إضرابات جديدة والمدارس والنقل أحدث الاحتجاجات وسط نزاع طويل الأمد حول الأجور. تواجه المدارس في جميع أنحاء بريطانيا إضراباً واسع النطاق، حيث بدأ المعلمون إضرابهم الثاني لهذا الأسبوع في موجة إضرابات بريطانية تستمر منذ العام الماضي. ووفقاً لصحيفة الإندبندنت، سيتجه أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم إلى الاعتصام بعد أن أدى إضراب مماثل الأربعاء الماضي إلى إغلاق العديد من المدارس بالكامل أو إجبارهم على تقليل عدد الفصول الدراسية، وذلك وسط نزاع طويل الأمد حول الأجور. في غضون ذلك أعلن اتحاد العاملين بالنقل في لندن عن عزمهم الإضراب عن العمل من 23 إلى 28 من شهر يوليو بسبب مطالب حول المعاشات وظروف العمل وعزم الشركة تسريح بعضهم. أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ على تحسن محتمل في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن. وخلال لقاء مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن في بكين، قال لي تشانغ إن زيارة يالن إلى الصين إشارة قوية إلى زيادة التوقعات بعودة الهدوء إلى العلاقات بين بكين وواشنطن، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التوترات، وهو ما يتوقع أن ينتهي خلال الفترة المقبلة. محادثات مكثفة أجرتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارتها إلى الصين بهدف تهدئة العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين البلدين، حيث لا يزال أكبر اقتصادين في العالم يشهدان معدلات توتر كبيرة تأتي انعكاسا للعلاقات السياسية المتوترة بينهما. وبدأت يلين اجتماعاتها في بكين بمباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزي الصيني وكبير مسؤول الاقتصاد في البلاد سابقا، حيث أعربت عن تطلع واشنطن إلى منافسة اقتصادية سليمة تفيد العمالة والشركات الأمريكية وإلى التعاون في مواجهة التحديات العالمية. نعتقد أنه من مصلحة كلا البلدين التأكد من أن لدينا خطوط اتصال مباشرة وواضحة على المستويات العليا. في المجال الاقتصادي يمكن أن تساعدنا التبادلات المنتظمة مع نظرائنا الصينيين في مراقبة المخاطر الاقتصادية والمالية. وعلى الرغم أهمية الزيارة اقتصادياً، فإن سقف التوقعات المرتبطة بها ليس مرتفعاً، حيث يقر المسؤولون من كلا الجانبين بأن حماية مصالح الأمن القومي أكثر أهمية في الوقت الراهن من تعميق العلاقات الاقتصادية، وهو ما أكدته يلين بقولها إن الزيارة تتيح فرصة للتواصل وتجنب أي سوء فهم مع الجانب الصيني، وإن واشنطن ستتخذ إجراءات لحماية أمنها القومي عندما تقتضي الحاجة. وزارة المالية الصينية من جانبها أعربت عن أمل بكين في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة لخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على النحو السليم، وهو ما تعهدت به وزيرة الخزانة الأمريكية خلال اجتماعاتها مع كبار المسؤولين الصينيين. المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين لم تنعكس بشكل مباشر على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي سجل رقما قياسيا العام الماضي بلغ 690 مليار دولار، مع ارتفاع الطلب الأمريكي على السلع الاستهلاكية الصينية ونمو طلب بكين على المنتجات الزراعية والطاقة الأمريكية، ولكنه انعكس بشكل مباشر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية، حيث تفرض واشنطن قيودا على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وهو الأمر الذي دفع بكين للرد بفرض قيود على تصدير الجليوم والجرمنيوم.
وهما معدنان يستخدمان على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية. حرص وزيرة المالية الأمريكية على إطلاق رسائل طمأنة للجانب الصيني منذ وصولها إلى بكين يؤكد الرغبة الأمريكية في تخفيف حدة التوتر بين القوتين العالميتين، إلا أن الجانب الصيني ما زال يريد أن يرى تغيراً أمريكياً ملموساً على أرض الواقع. بلغ عجز الميزانية الروسية للنصف الأول من العام الجاري 28.26 مليار دولار، وهو يتقلص بشكل حاد في شهر يونيو مع تراجع الإنفاق وتحسن الإيرادات. سجلت روسيا فائضا قدره 1.48 تريليون روبل في النصف الأول من العام الماضي، لكن النفقات الكبيرة لدعم حملتها العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على صادراتها من النفط والغاز أضرت خزائن الحكومة الروسية. قالت السلطات اليابانية والنيوزيلندية إن أوكرانيا قدمت طلبا رسميا للانضمام للاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ. من جانبه قال وزير الاقتصاد الياباني إن بلاده بصفتها عضوا في الاتفاقية يجب أن تقيم وبعناية ما إذا كانت أوكرانيا تفي تماما بالمستوى العالي من الاتفاقية من حيث الوصول إلى السوق والقواعد، ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في نيوزيلندا في 16 من يوليو الجاري. انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة فاو في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. وقالت المنظمة إن مؤشرها الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا بلغ في المتوسط 122.3 في يونيو مقابل 124 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق، وتعد قراءة شهر يونيو هي الأدنى منذ أبريل 2021، وتعني أن المؤشر الآن أقل من 23.4% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022. وفي تقرير منفصل توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام حوالي 2.81 مليار طن بارتفاع طفيف عبر تقديرات الشهر الماضي، وبزيادة تصل إلى 1% عن مستويات عام 2022. هذا وقد انخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 2.1% في يونيو مقارنة بالشهر السابق مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو إنه من المتوقع استمرار الإنتاج الزراعي والغذائي العالمي في النمو خلال السنوات العشر المقبلة، لكن بوتيرة أبطأ من العقد السابق. ووفقا لتقرير المنظمة فإن الإنتاج العالمي للمحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية والأسماك سينمو بمتوسط معدل سنوي يصل إلى 1.1%، وذلك على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن احتمالية استمرار الضغوط التضخمية تشكل خطرا سلبيا على الطلب العالمي وإنتاجه. نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن مصادر بأجهزة الطوارئ قولها إن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 2 آخران جراء انفجار مصنع للمتفجرات في مدينة تشابايفسك بوسط روسيا. وقالت وكالة تاس إن الانفجار وقع أثناء تفكيك شبكة أنابيب وأنه لم ينشب أي حريق. أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على موكب زعيم المعارضة رايلا أودينغا في وقت شهدت العديد من المدن وتظاهرات احتجاج ضد قرارات حكومية. وأطلق الغاز المسيل للدموع على موكب سيارات أودينغا بعد كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد في العاصمة نيروبي. واتخذت الشرطة إجراءات مماثلة لتفريق تظاهرات في مدينتي مومباسا وكيسيمو، وهما معقلان للمعارضة في منطقة بحيرة فيكتوريا.
تعتزم الصين حظر استيراد مواد غذائية من 10 مناطق يابانية بعد خطة طوكيو لتصريف مياه معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة في المحيط الهادئ. وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خطة الحكومة اليابانية للتخلص من حوالي 1.33 مليون طن من المياه الملوثة والمخزنة في موقع محطة فوكوشيما. بعد مرور 12 عاماً على حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان، والذي وقع بسبب موجات المد العاتية تسونامي عام 2011، نفدت المساحة الموجودة داخل مجمع المحطة والمستخدمة لتخزين المياه الملوثة التي تمت معالجتها لإزالة النظائر المشعة. وعليه قررت الحكومة اليابانية التخلص من المياه بإطلاقها في المحيط الهادئ. الخطة اليابانية والتي تثير الجدل داخلياً ما بين مؤيد ومعارض تشمل تصريف أكثر من 1,300,000 طن من المياه المشعة المعالجة، والتي يتم تخزينها في مصنع معطل شمالي العاصمة طوكيو، بعد استخدام معظم هذه الكمية الكبيرة من المياه لتبريد مفاعلات نووية دمرتها أمواج تسونامي. التفاعلات من دول الجوار تنوعت مع التوجه الياباني، إذ قالت كوريا الجنوبية إن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة تفي بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسلامة العالمية، وذلك بعد إجراء سول تقييمها الخاص بشأن قضية شائكة تلقى معارضة كبيرة من الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، والذي أكد ضرورة معارضة الحكومة للخطة وإحالة الأزمة إلى المحكمة الدولية لقانون البحار. وعلى الرغم من موقف كوريا الجنوبية، تواجه اليابان معارضة مستمرة من الصين لخطتها لاعتبارات تتعلق بمدى شرعية إلقاء المياه في المحيط وصلاحية المعدات التقنية وخطة المراقبة. وفي تأكيد لرفض بكين، أفادت وسائل إعلام صينية بأن خبيراً صينياً في مجموعة مراجعة الخطة لدى وكالة الطاقة الذرية أصيب بخيبة أمل إزاء تقرير الوكالة الذي وصفه بالمتسرع. رافائيل جروسي مدير وكالة الطاقة الذرية حاول طمأنة الجميع إزاء التقييم وسعى إلى شرح نتائج الوكالة وإزالة التخوفات. أعتقد أنه من المنطقي تماماً أن تكون هناك تخوفات لدى الأشخاص الذين ليسوا خبراء في هذه الأمور. واجبنا أولاً وقبل كل شيء هو اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الضرر، ومن ثم طمأنة المعنيين بالأمر. ولهذا السبب ألتقي بالجميع وأشرح لهم في ظل عدم قبول البعض وتشككهم الدائم حيال الموضوع، الذي هو منطقي أيضاً بالنسبة للطبيعة البشرية. البعد الاقتصادي للقضية ليس بمنأى عن مواقف دول الجوار من الخطة، إذ أعلنت الجمارك الصينية اعتزامها منع استيراد المواد الغذائية من 10 مناطق يابانية رداً على خطة طوكيو، وهو ما يعد ضربة جديدة لصناعة صيد الأسماك اليابانية تحديداً، والتي ما زالت تصارع شائعات منتشرة حول سلامة ما يتم اصطياده من أسماك منذ وقوع حادث فوكوشيما. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الألفي التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود مبادرة رئاسية حياة كريمة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1069 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 26 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لخمس حالات. هذا بالإضافة إلى إجراء تحاليل معملية وأشعة بالمجان للمواطنين مع إقامة عدد من الندوات التثقيفية. تم التنسيق بيننا وبين الصحة لخدمة المواطنين في حياة كريمة، وإحنا في استقبال المواطنين كلها وبنسعى جميعا لراحة المواطنين وتقديم خدمة مميزة. بالفعل جات الصحة على أكمل وجه وكل الأقسام موجودة وكل الخدمات موجودة. كشفت عظام وكشفت بطنة ولقيت المقابلة حلوة، وهم ناس محترمين وياريت تتكرر تاني، لأن عملوا لي اللازم وحولوني أعمل عملية غضروف في دمياط مبنى اللي جنب المحافظة بتاع المستشفى العام، ويشكروا على جهودهم.
الآن مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة محمد عبد الله، إليك محمد. شكرا أدا وشكرا محمد. والآن مشاهدينا إلى أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أهلا بكم. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة في من السفن العابرة للقناة الجاري تشغيلها من قبل شركة إيجيبليوشن إيجيبت خلال الفترة المقبلة ستكون هي التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية. وخلال جولات التفقدية لمصنع الشركة العالمية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة باليونان، أعرب الفريق ربيع عن تطلعه لأن تصبح شركة إنتوبليوشن إيجيبت الجاري إنشاؤها المنصة المستقبلية الواعدة لتقديم خدمات إعادة تدوير المخلفات البحرية للسفن العابرة للقناة وفق التكنولوجيا الأحدث عالمياً وتجسيدا للنموذج المستدام الذي يتوافق مع جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء. كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى الخامس من يوليو الجاري إلى حوالي 4,654,246 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 717,896 طنا عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت وزارة الزراعة لأنه لأول مرة تصل صادرات الموالح المصرية إلى 1,900,000 طن. وأشار تقرير الحجر الزراعي إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، الفراولة والجوافة والطماطم والعنب. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر حكومي أن تعهد روسيا الأخير بخفض صادرات النفط لن يتطلب خفضا مماثلا في الإنتاج. وأوضح المصدر الحكومي للوكالة أن روسيا لن تضطر على الأرجح إلى خفض إنتاج النفط في أغسطس بسبب زيادة الاستهلاك في السوق المحلية. تباطى نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو الماضي بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق، لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في 7 أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور. وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير الوظائف أن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209,000 وظيفة الشهر الماضي، حيث جرى تعديل البيانات لشهر مايو الماضي لتظهر ارتفاع عدد الوظائف إلى 306,000 وظيفة وانخفاضا من 339,000 كما ورد سابقا. في مؤشر على قوة سوق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف في الأسبوع الماضي رغم تزايد مخاطر الركود. وزارة العمل الأمريكية أكدت على أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت ب 12,000 طلب لتصل إلى 248,000 طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع الماضي. في الوقت ذاته تقلص العجز التجاري الأمريكي في مايو مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2021، وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب المحلي. من جانبها كشفت وزارة التجارة الأمريكية عن تراجع العجز التجاري بنسبة 7.3% إلى 69 مليار دولار، كما انخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 2.3% لتصل إلى 316.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2021. صادرات الإمداد والمواد الصناعية سجلت أيضاً أدنى مستوياتها منذ سبتمبر من عام 2021، بينما سجلت صادرات المواد الغذائية أقل مستوياتها في حوالي عامين، مع تراجع صادرات البترول لأدنى مستوى منذ ديسمبر من العام 2021. يأتي هذا في حين تتزايد المخاوف من استمرار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول، وبعد هذه البيانات والتي أظهرت متانة سوق العمل وصدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر يونيو والذي مال إلى التجديد.
وبهذا التقرير نصل وإياكم إلى ختام أخبار اقتصاد، ونعود من جديد إلى أدى ومحمد. انطلق موسم جني المانجو في عدة محافظات وعلى رأسها محافظة أسوان، خاصة للأصناف سريعة النضج والتي تسبق فيها محافظة الإسماعيلية، والتي تعد أكبر وأشهر محافظة لإنتاج المانجو. وتعد قرية فارس في محافظة أسوان هي القرية الأولى التي تقوم بالحصاد هذا الوقت من العام، ويستمر حتى شهر أغسطس المقبل. كعادتها في كل عام، بدأت قرية فارس في محافظة أسوان موسم حصاد المانجو. تعتبر القرية هي الأولى التي تقوم بالحصاد في هذا الوقت من العام، والذي يستمر حتى أغسطس. يحرص العديد من التجار في المحافظات، خاصة القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، على شراء المانجو، وتنتظر سيارات النقل بجوار مرسى قرية فارس لتحميل المانجو من المزارع التي تشتهر بها القرية. عندنا أصناف المانجا الزبدة والتيمور والأويس والهند البنشاوي والسكري، وفي نوع جديد اسمه تومي، وفي كنت وكيتي، وفيه نعومي. دي انواع المانجا الموجوده في فارس. والجمع المانجا بيبدا دلوقتي، واخر نوع بيتجمع عندنا هنا اللي هو العويس، وفيها الكيتي والكنت ده في شهر 11، محصول يعني بيجي في فصل الخريف. تمتاز المانجو في قرية فارس بكبر حجمها وجمال مذاقها، ومنها السكري والعويسي والزبدة والفص والدبشة والطيمور وخد الجميل والسنارة. كان اختيار فارس من أفضل القرى الخضراء والقرية التي تعتبر صديقة للبيئة سبباً لتصدير جزء كبير من المانجو والتي تحصده إلى خارج مصر. معروف أن قرية فارس مشهورة بزراعة المانجا، فكل سنة احنا بنحاول نيجي كده هنا إن شاء الله نعمل نشتري كمية من المانجا، بنشتريها بنحاول نوزعها على أصحابنا على حبايبنا. تشارك قرية فارس في كل عام في مهرجان المانجو بمدينة أسوان من ضمن حوالي 1000 مستثمر ومزارع وتاجر، وتنتشر أشجار المانجو بالمحافظة على مساحة 130 ألف فدان بإنتاجية تصل إلى 140 ألف طن. يعد هذا المهرجان فرصة كبيرة للقيام بعمليات الترويج والتسويق والتحفيز والمشاركة للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للتعريف بهذا السوق المصري الذي يغزو العديد من الدول العربية والأوروبية. بتقرير موسم جني المانجو نصل لختام نشرة السادسة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينشر تقريرا حول إشادة الأنكتاد بالاقتصاد ومصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا لعام 2022. الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية وجود حراك دولي لإنهاء الاحتلال كمخرج وحيد للسلام، والاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات. قبل أيام من انعقاد قمة الناتو، زيلنسكي يواصل جولته الأوروبية ويندد بعدم حسم الحلف قراره بشأن عضوية أوكرانيا. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين. إلى اللقاء.